أستاذ سيف، ممكن تعطي نبذة عن هذا المكان؟ دكتور، هذا يسموها منازل. أها. يعني أهلنا أول ساكنين في هذا المكان. إيه، هذه بيوت قديمة كانت هنا. تعتبر هي مثل البيوت، يعني هي مش بيوت يعني، بس أها. أماكن اللي هو مثل الحوي يحوى فيها نعم الأغنام، وأيضا اللي هو يضع فيها الإنسان أغراضه. ما شاء الله. و المكان ذي له اسم معين. الرياح. المكان هذا يسموه قري المقاشيب. قري المقاشيب. اي نعم، وهذا مثل ما تشوف هذا الذخور يسموها منازل. اها. منازل يعني سكنوا فيها ابائنا واجدادنا. وطبعا ما يكونوا مستقرين، يعني ينتقلوا من مكان الى اخر. اها، ما شاء الله. اي، هذه يسموها المنازل. هذا مثل ما تشوف. بس جدران، لكن ماشي سقف. اي، جدران حصى بس. اها. ممكن اللي هو احيانا يعملوا لها فوق اللي هو حطب سمر. اها نعم. على شكل مظلة. ما شاء الله. اي نعم. يمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك استاذ سيف لهذه المعلومة الطيبة.